من جهته قال رئيس تحالف كحول فان بيني غانتس أن اجتماعه المقرر غدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن ينطوي على أهمية كبيرة. وأضاف غانتس في حديث إذاعي حول إمكانية نصب فخ له من خلال توجيه الدعوة له لزيارة البيت الأبيض أنه يعتقد أن للجميع نوايا استراتيجية حقيقية وجوهرية.